ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، وبنتكلم النهارده عن نعمه جميله، نعمه رائعه، نعمه النجاح. يا رب يدوقها لكل الناس يا رب العالمين، نعمه النجاح، النعمه العظيمه اللي الانسان بيحس فيها بشعور كده بالفخر، بيحس بشعور ان ربنا كرمه على قد مجهوده وعلى قد تعبه وعلى قد اجتهاده. ومن ضمن النماذج يا مولانا اللي معانا النهارده آية الشامي اللي رحبنا بيها قبل الفاصل. يا آية، كابتن آية، ازيك؟ كله تمام الحمد لله، كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. الله اكرم عليك يا حبيبتي. انت متزوجه يا آية صح؟ لا لا لا، لسه. ربنا يرزقك يا رب بالزوج الصالح. يا رب. كنت هسألك بتوفقي ازاي، لان انا بشوف ان دايما الرياضيين يعني بيبقى صعب جدا ما بين ده وما بين ده، ويعني التوفيق بيبقى صعب. انت بتوفقي في حياتك دلوقتي، انت مركزه مع الرياضه لان ما فيش لسه بيت واولاد والحاجات دي؟ مظبوط، بس هو من واحنا صغيرين بيبقى يعني بنبتدي يعني نتعود على التظبيط ده من واحنا في الدراسه، في المدرسه بيبقى لازم بنروح المدرسه، بعد كده تمرين، بعد كده بقى جامعه وتمرين، فاحنا اتعودنا ده يعني دايما ان احنا نظبط حياتنا بالرياضه ومعايا حاجه تانيه. نعم، من الحاجات الجميلة يا كابتن آية اللي الناس بتتعلمها من الرياضة والمفروض تبقى موجودة عند الجميع، الروح الرياضية عند المكسب وعند الخسارة، بتشوفيها ازاي وانت خاصة انت لاعبة في النادي الأهلي؟ صح، مظبوط. هو احنا في الملعب كل واحد دايما بيبقى مركز مع ناديه في لعبته وكل حاجة، بس بره الملعب بيبقى الموضوع غير كده خالص، كلنا بنبقى اصحاب، معظم اصحابنا بيبقى اصلا من فرق تانيه عادي جدا، مش اي مشكله، بس هو في وقت اللعب هيبقى كل واحد، حتى هم بيبقوا مركزين قوي في ناديهم، وطبعا ده حقهم لان طبعاً كل واحد بيلعب للتيشيرت بتاعته والنادي. بس بعد الماتش ما بيبقاش في اي مشكله خالص، احنا اصحاب واخوات في كل الالعاب، يعني مش شرط حتى لعبتي بس، فبعد الماتش الموضوع بينتهي خالص يعني. الأطفال اللي بيبدأوا في رحلة الرياضة كتير منهم بيبقوا مش عايزين يلعبوا، شايفين إنه مجهود وتعب، ولأنهم ما داقوش إحساس النجاح وطعم النجاح والناس بتسقف لهم، فمش مش مش فارق معاهم. تنصحيهم بإيه؟ هي هم عشان فعلا زي ما حضرتك قلتي ما جربوش المكسب والنجاح بتاع التعب ده، بس هو على قد ما هو هيتعب على قد ما هو قدام هيلاقي قد ايه المكسب حلو قوي، وان هو بيعمل حاجه مش زي غيره يعني. نعم، بس فدي اكتر حاجه بتميز الرياضيين عامه يعني. والرياضه معاكي تليفون، اوعك تردي على الهواء، اوعك. لا تقلقيش. كابتن آية، قولي لنا فرحة أهلك بيكي وانت بتنجحي وانت بتتميزي في البطولات وهم بيتفرجوا عليكي. انا كمان ميزتي ان انا اهلي كلهم رياضيين، يعني انا بابايا اصلا كان مدير فني ومدرب وكده، واختي كمان كانت بتلعب معايا، هي اتجوزت، فهم برضو دايما كانوا بيدعموني قوي في الحته دي، بابايا ومامتي واخواتي دايما بيساعدوني، فاهمين يعني ايه رياضه دايما، وفي نفس الوقت يعني لازم اكون برضو متفوقه في دراستي، فهم دايما بصراحه كانوا بيدعموني جدا ان انا افضل اكمل وكده، ولما بقى بيشوفوني مثلا واخده احسن لعيبه او كده طبعا انت مسمينك الاسطوره، الاسطوره كابتن آية حمدي، يعني لقبك الاسطوره دي حاجه الحمد لله. ما شاء الله، يعني انتوا عيله بتورث النجاح في الرياضه، عيله رياضيه بطبعها. ربنا يخليكي. بشكرك كابتن. الحمد لله. بشكرك كابتن آية حمدي، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسطورة، كابتن آية حمدي الشامي، شكرا لوجودك معنا. ميرسي، شكرا. نموذج لطيف وجميل لبنوتة مصرية. نعم. عرفت تجمع بين النجاح في الدراسة زي ما هي قالت، والنجاح والتفوق الدراسي، التفوق الرياضي عفوا. نعم. وأنا مبسوط كمان إنها محجبة. نعم. وده يعني هو دليل عملي على ان الحجاب والالتزام في الشكلي عمره ما يبقى عائق. نعم. نحو التفوق الرياضي او ان البنت حتى تمارس حياتها وتعيشها بشكل طبيعي. نعم. وانا كمان بحب الفولي لان انا لعبت كره طايره وانا صغير فعلا. يعني عشان كده بقى حضرتك مركز مع الرياضه دي بالذات، كنت شاطر فيها، كنت بتحبها؟ انا مارست عدد من الرياضات، بس في يعني رياضتين يعني هو اللي يعني تعلقت بيهم، كان منها رياضه الكره الطايره يعني. ما شاء الله، النجاح في الرياضه. خدت مراكز كمان على فكره بجد، بس مش في الكره الطايره، في الرياضه الثانيه. لا دي نعملها بقى في حلقه لوحدها.